حقا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. العديد من وكالات الأنباء تداولت خبرا يفيد بمقتل الإرهابي تركي البن علي، أحد أبرز القيادات في تنظيم داعش الإرهابي، وممن لعب دورا كبيرا في استقطاب خليجيين للانضمام إلى تنظيم داعش بعد تأسيسه. كانوا أسعد الناس. البن علي نشأ في مدينة المحرق بالبحرين التي أكمل فيها دراسته قبل أن يلتحق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، وبعدها بكلية الإمام الأوزاعي في بيروت حتى تخرج منها، كما درس في معهد البحرين للعلوم الشرعية حيث صنف هذا الكتاب. عمل البن علي بعد تخرجه إماما لمسجد في سوق المحرق بالبحرين، ثم مسجد العمال، كما وعمل مدرسا في مدرسة عمر بن عبد العزيز في مدينة الحالة، وكان حينها مبايعا لتنظيم القاعدة ومزكى من قبل المنظر الإرهابي المعروف الأردني أبو محمد المقدسي. وأما من الناحية العائلية، فقد عرفت عائلة البن علي بموالاتها وتحالفها مع عائلة آل خليفة، فيما ارتبط معه رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط السعودية عبد الله الدوسري بعلاقة مصاهرة. الشؤون الداخلية انتهكت السيادة. وصل البن علي إلى سوريا في العام 2013، ودعا صيته بعد إعلان مبايعته لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في العام 2014، وتوليه منصب الشرعي العام لدى التنظيم. وقد ألف البن علي عدة رسائل في ذلك، ومنها مد الأيادي لبيعة البغدادي، وأخرى بعنوان إعلام الرائح والغادي ببعض مناقب البغدادي، كما أصدر مؤلفا يجيز تنفيذ العمليات الانتحارية. إن التشبه بالكرام فلاح. البن علي وصل إلى مدينة سرت في ليبيا عام 2015، وأسس فرعا لتنظيم داعش في المدينة، وحتى تطهيرها من التنظيم في ديسمبر من العام الماضي، حيث تواردت أنباء عن وقوعه في الأسر بليبيا، وحتى إعلان مقتله في مدينة الرقة السورية. قضية البن علي سلطت الضوء على رعاية السلطات الحاكمة في البحرين للفكر التكفيري الذي ترعرع عليه البن علي في البحرين، وأصبح داعية له في الخارج، وهو ذات الفكر الذي تثقف به وزارة الداخلية الخليفية منتسبيها إلى جند شريعته المرضية. ومع مقتل البن علي، ومع اقتراب القوات المسلحة العراقية من تحرير كامل التراب العراقي من قبضة تنظيم داعش، فإن نهاية هذا التنظيم قد اقتربت، ويبدو أن أسراره وارتباطاته بآل سعود وآل خليفة ستدفن مع قادته. يا عاصب الراس وينك حباقيه والتمدد مهما لا من تردد. يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس.